أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن العلاقات البحرينية المغربية تشهد تقدما متواصلا وتطورا مستمرا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بفضل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك في ختام الزيارة النيابية الرسمية التي قامت بها رئيسة مجلس النواب إلى المملكة المغربية الشقيقة مع وفد نيابي رفيع. وفي وقت سابق عقدت رئيسة مجلس النواب جلسة مباحثات برلمانية مشتركة مع معالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلسين لتفعيل دور لجان الصداقة وتطوير التعاون الثنائي بصورة متقدمة ومتطورة. كل طموحاتنا وشعاراتنا على أرض الواقع، ونمأسس هذه الرغبة من خلال اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلسين. فبالتالي سيتم إن شاء الله المزيد من التعاون والمزيد من العطاء والمزيد من التكامل والتفاعل بين المجلسين في شتى المجالات. والتوقيع اليوم على هذه الاتفاقية، اتفاقية التعاون، تؤكد مرة أخرى حرص المؤسستين على جعل التعاون البرلماني بين المؤسستين داعم وكامتداد كذلك للتعاون في مجالات أخرى، في المجال السياحي، في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في المجال الثقافي.